السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. لسه مشترك في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. انا عايزه اقول لكم انا والحوت لما بنعمل تحدي مع بعض ما بيتصورش من اول مره ابدا ابدا لا لا ابدا لا 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 لا. مستحيل. بس الاكل مش فين؟ لا لازم يحصل حاجه. بس الحمد لله بتعدي. النهارده باين لكم انا وهو مش ضد بعض. انا قلت له انا عايزاك تعمل معايا التحدي الجامد ده. ايه؟ نشوف انا احنا ولا هما. احنا طبعا مش ضد بعض. احنا ضد قناه عائله تورته. قناه جميله جدا وحلوه جدا وبتعمل تحديات جامده جدا وناس محترمه وزي العسل، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. وهسيب لكم اللينك بتاعهم في اول كومنت مسابقه. شوفوهم وقولوا لنا مين اللي كسب. بس اكيد احنا. انا امال انت ايه يا حوت؟ ما عشان هم يبقوا شايفين. مفيش ولا ها في ولا تحدي بقى. صينيه مكرونه بشاميل وصينيه جلاش باللحمه المفرومه. العيش الاول ده طبعا، وفرخه 2 كيلو، الشيبسي خارج التحدي طبعا، ولتر الحاجه الساقعه داخل التحدي. انت تحط الحاجه الساقعه لغايه ما نقطع لك ايه؟ المكرونه. بسم الله. ما تنسوش يا جماعه قناه عائله تورته، قناه جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم جدا والله. وما تنسوش تقولوا لهم بقى احنا من عند مين؟ قناه منوعات ام محمد البورسعيديه. وتقولوا لهم حتى لو احنا خسرنا احنا نكسب. في اي حال من الاحوال اعتبرونا كسبنا يا جماعه. طبعا المكرونه سخنه جدا لان اخويا ما بيحبش الاكل بارد، فايه مش هتطلع ماسكه نفسها يعني. هعمل ايه بس؟ لازم اعمل اللي بيحبه عشان يكسب. لا انا بحب الحاجه سخنه، اعمل ايه طيب؟ وبيحب الطرب وبيحب الجلاش محمر، عملت له كل اللي بيحبه. لو ما كسبش في الاخر بقى ما يكسبش. ما انا لسه هقول في الاخر بقى لو ما كسبش النهارده يبقى بقى ايه؟ في حاجه غلط. انا حاسس ان في حاجه غلط. اكل انا ممكن مره غلط زي ما بتحب. اتفضل. سخنه والله. ماما طول ما انا بعمل الاكل خلي الاكل سخن عشان اخوكي، خلي الاكل سخن عشان اخوك يعرف ياكل. فلما اشوف انا بدات اهو تورته. يا ابني مش هيقدروا علينا يا ابني، انت بتقول ايه؟ لا تورته ولا عزه هيقدروا علينا. اذا كانت هي عزه فانا شوشو، وان كان هو تورته انا الحوت. ايوه. الجلاش سهل تاخد منه وتقطع لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا معانا يا جماعه نسينا. سخنه جدا. بلع بشيبسي بيحدق. سخنه جدا جدا جدا. طبعا بطلع الجناح عشان هو ملوش في الدور ده. ماشي. طلع له كتف. اديله الفص ده. هو ده اكل اخويا. حوت. حوت ده. حوت متدلع. تاخد بياخد اصلا الفراخ. طبعا كالعادة لازم تكلموا يطبخونا. طاري التحدي ده يا تورتة انت وعزة. احنا نعتمله بطبع بصابع ايدينا الصغير. وريني اهو. لسه
جعانين اصلا. بس الجو النهارده حر. اه. الحاجة سخنة؟ لا نفع سخن ولا نفع برد يا جماعة، قولوا لي أعمل إيه؟ لا جميل. فكرتيش بحاجة؟ البحر. السجاير ولا البحر؟ أكلتنا المفضلة على البحر البشاميل والمحشي. يتعامل يا رجاله، مش عايز اعطلك. لا شاطر. كله يكتب يحطوا شوشو كسبه. يلا قبل ما الفيديو يخلص. اتفضلوا. عودة الفوضى. ايوه. بقالك كم مرة؟ كم مرة يعني؟ بتكسر. احنا في الدور الثامن يا جماعة والهواء مبهدل الدنيا مع ان الجو حر. يلا. طبعا احنا كسبانين. يا قرمشاتك يا حور، مش هو بيحبها محمرة؟ انا بحبها كده يا جماعة. ها تسري يا حاجة. اتحمرت زيادة من تحت. لسه حلوة. اللي هتساوم لوحدي. ها واخدين بالكم الكلام؟ انت بتحبه بصي لان الكميه كتيره. يلا كله يشجع. شو 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 شو
كسبانين كسبانين يا جماعه. بس هي مش محروقة هي بصي. هي القشرة اللي تحت صدقيني في البيوت. بس. مش محروقة قوي مش قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير. حته الشيبس اللي حد يركب امين. عامل لها تورته زمانه انسحب يا عم. هتقدر على الكميه دي؟ لا طبعا. انا تورته اعتبرني انا تورته. ترد عليكم انت حابب تقعدوا تحدد في كلام جوه. ماشي بص اللي معاه والله القشره اللي تحت بس هو الاكل البايركس اللي انا سويت فيه. ما هي جميله جميله جميله. طلع قبل الصالون نحس ان احنا رجعنا لورا قوي. موضوع ايه؟ صراحة تحدياتك كلها جامدة. ما احنا جامدين يا ابني، الجامد للجامد. كأنه مخلل. لا قصدك انسى حبك. عاملين ايه؟
تصحوا معايا كده. هما انسحبوا خلاص. كتبتوا كومنت احنا الكسبانين؟ طبعا مش محتاجه كلام. ليه؟ جايين يلعبوا مع الحوت وشوشو. لايك شير. الناس بتتفرج وبتنسى اللايك. اتفضلوا معانا. اتفضلوا معانا وحطوا لايك. كل واحد ياخد حته يبقى الصنيع خلص. خلصت لك قلبك المناديل. يا جماعة موضوع جميل وطعمه جميل. انتوا كسبتوا خلصتوا الحصة. اه يا فاهم شربناها اشربوها. مثلي هعمل تحدي ضد قناتك يا حمى. ايه؟ هعمل تحدي ضد قناتك. سنة كام؟ ايه رايكم يا جماعه لو عملنا تحدي سمان؟ ايه رايكم؟ ردوا بقى. سلمت. لا بجد؟ ايه؟ كان كفايه صينيه مكرونه بس. او صينيه بس. سيبك من المكرونه خلينا في البوتاش عشان احنا بنعشقه. يعني كان برضه. ايوه احنا الكسبانين يا جماعه احنا الكسبانين. بصوا كلنا نص الصينيه. حد عمال يبعت على الواتس ورا بعض نص الصينيه وبرده كل حوالي نص الصينيه. اه وكلنا نص الفرخه وشربنا الحاجه الساقعه. انا خلصتها. هي دي اللي هتكسبنا بقى الحاجه الساعه. اه خلصنا البيت. اه ان شاء الله احنا الكسبانين. وزي ما قلت لكم وانتوا وعدتوني طبعا حتى لو هما كسبوا هتقولوا شوشو والحوت هما اللي كسبانين. اه عشان احنا النصابين. اه بنضحك على نفسنا. اه يا جماعه قناه عائله تورته يا ريت تروحوا لهم وتشجعوهم. بص انا باكل شيبسي. اه وتقول لهم احنا من قناة منوعة ام محمد والبورسعيدية والحوت وشوشو هما اللي كسبوا وكل مرة احنا الكسبانين طبعا. وقبل ما تروحوا كومنت واللايك وتتفرجوا على الفيديو بتاعنا للاخر. ولو عجبكم الفيديو تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.